قبل العيد كنضربوا هذا الشيء قبل العيد بشهر تقريبا شهر ونص كنمشيو نجيبوا جلود. هذه الصفه ديال الشياطين هذه عمرها ما كانتش. اش نقول لكم؟ شو دابا الاخلاقه كي دايره دابا والله الاخوان هذا الشيء صراحه لانه انا صراحه الشعب المغربي بريء من هذا الشيء صراحه. واحد داير تاج فوق راسو ودير العكار ودير مجبد العينين، اذا هذا ولا ما راجل ندير المثليه هذا فهمتيني بغى ونوليو بحال لبنان بحال مارشا شنو هذا الشيء. اجى الله بهم سلطان، احنا بارئين زعما من هادشي بارئين بارئين الى يوم يبعثون. اش هذا شي واحد صغر خشالي شي طوبة تما باقا حية كتجري باغا تخرج ما خلاش تخرج، هادشي اللي بان ليا صوصيط اصاحبي. ما كتشوفش انت هاد الشيء نوع من ال يعني ال الفارة يعني نوع من الفارة؟ حاشاكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم مشاهدي الاوفياء في حلقة جديدة وفيديوهات جداد. نساو ديروا لنا واحد لايك سبسكرايب ومرحبا بكم في لاشين ديالنا. اخوان هاد اللقطه واعره واعره خطيره هاد اللقطه. بمناسبه الاخرى ماشي جزائري، راه عكس الجزائر، هاد الاخرى مغربي مشيني، هاد الاخ مغربي وولد مكناس هو اللي دار هاد اللقطه هادي. عبر عليهم والله جاب عليهم فرعون فرعون. معليش تحيه تحيه تحيه. واعر واعر واعر. كنقول لك ناضي ناضي دري ناضي خطير. شو 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 كيقرا شو شو ابقى سارحهم ابقى سارحهم كيشوف فيهم قاد شع 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 معلم علم. برافو عليك طرد عليك هذا. سميتك كمال. كمال اول سؤال شحال خدات لك ديال الوقت هاد اللبسه هاد؟ شي سيمانه. هذا اخوان مايكل جاكسون ولابس هاي دوره ديال جدي ماشي بان لي. والتاج لاش لاش التاج لاش التاج زعما هذا ما بقاش عمي الغول ولا خالتي الغول هادي. فمشي انا يعني ولك تشبه بالنساء وصافي شي عروسه التاج وكذا والعكر خربيقه خربيقه فقط. واش من ميساجات تيدوزو زعما وحده دايره النقاب وزعما دايره النقاب وكتسطح بحال ديك الطريقه وصافي. هادي زعما كاين شي حوايج شادو على الريبه صراحه وراه باينه اللي ما بغاش يفهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيفاش دابا هاد البلان هاد البلان دابا ديال مهرجان بوجلود اكادير كيفاش؟ واش دابا زعما في الاصل في الاصل هاد مهرجان بوجلود شنو زعما؟ واش عمي الغول واش عمي الغول كان تيدير الماكياج كيجبد عينيه ويدير العكار ودير التاج فوق راسو؟ وهذا راه مابقاش بوجلود، هذا راه ولات ولات حاجه اخرى. ولا كنهضروا على حوايج اخرى. ها ولا كنهضروا على حوايج اخرى مشينا ولينا نهضروا على المثليه ولينا نهضروا على بزاف د الحوايج. هذه راه مابقاش مهرجان بوجلود. حنا ما عمرنا اخويا عقلنا هاد العادات، العادات ديالكم ماشي ديالنا حنايا فهمتيني. هاد العادات ما عمرهم ما كانوا ديالنا. فين عمرنا حنا في الصغر ان كاين شي مهرجان بوجلود ولا فيه هاد يعني بحال بحال هادشي؟ هذا واحد داير تاج فوق راسو ودير العكار ودير مجبد العينين، اذا هذا ولا مهرجان ديال المثليه هذا فهمتيني. بغى ونوليو بحال لبنان بحال مارشا شنو هذا الشيء. اجى الله بهم سلطان، احنا بارئين زعما من هادشي بارئين بارئين الى يوم يبعثون. هادي ماشي عمرها ما كانت ثقافه ديالنا، ما عمرها ما كانت عادات ديالنا. بغاو يلصقوا فينا صح هاد الناس، الله اعلم الله ياخذ فيهم الحق.
زعما حنا ما نسمحوا لهم الدنيا، زعما حنا ما مسامحين لهم الدنيا لا لا اخرى. هاد الناس بغاو يلصقوا فينا هاد 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 العادات صحة. حنا ما عمرنا كانت عادات ديالنا، وما عمرنا شفناها، وما عمرنا رضينا عليها، وما عمرنا غرضوا عليها، فهمتيني؟ هذه دعوه، زعما دعوه صريحه للمثليه فقط. هذا الشيء كيبان لي هذا، هذا هو الغرض من هذا المهرجان. وجلو كان لبس الجلود، كان قدهم، كان ضربوا عليهم تماره. هذا الشيء شوف دابا هذا الشيء فيه من احتفال، قال لك تنجلود تنضربوا عليهم تماره قبل العيد، كان ضربوا هذا الشيء قبل العيد بشهر تقريبا، شهر ونص. كنمشيو نجيبوا جلود. هذه صفه ديال الشياطين، هذه عمرها ما كانت. اش نقول لكم؟ شو دابا الخليقه كي دايره دابا؟ والله الاخوان هذا الشيء صراحه لانه انا صراحه الشعب المغربي بريء من هذا الشيء صراحه. مو زعما الله اعلم، يعني من الاحسن دوز يعني هذا الشيء. لا هذا الشيء ما خصناش نهضروا فيه كاع. او يا شيك بودي، يجي شي واحد يقنعني ان هادشي كاين في التقاليد ديالنا، ودابا هادشي خلطوا صافي جاب هادشي افريقيا. كنا شفنا هادشي في افريقيا نورمالمون، فهمتيني؟ هادشي في افريقيا ما عمرو ما كانت عادات وتقاليد ديالنا، فهمتيني؟ حنا كعرب مسلمين ما حنا عندنا بحال هاد النماذج، هاد عمرو كانوا عندنا. حنا عمرنا درنا شي احتفالات بحال هكا، ما عرفتش. اش هذا شي واحد صغر خشالي شي طوبة تما باقا حية كتجري باغا تخرج ما خلاش تخرج. هادشي اللي بان ليا صوصيطة وصاحبي حاشاكم. الو هذا هادي الجزائر، هذا اخوان هذا مازي الجزائر، ملعب ديال مانديلا قال لك احسن الملعب في افريقيا، ولي كله غايب. ولك الو الو هو هو الارضيه وعلى الارضيه كبيره التيران كامل مغيث. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.